ارتقى منصة التلاوة في هذه اللحظة القارئ الدولي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأستاذ الحاج سعيد طوسي ليفتح بمفتاح تلاوته ويرسم بريشة صوته جمالية الافتتاح، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم
فضله والله يرزق من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار. موفور الشكر وكثير الامتنان موصولان ومقدمان بين يدي عزيزنا القارئ الدولي الحاج الأستاذ سعيد طوسي على هذه التلاوة. حضر محفلنا هذا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونبدأ على بركة الله وحسب نظام القرعة بدعوة أول المتأهلين إلى المرحلة الختامية.